السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. رياح قوية في هذه الأثناء بمدينة تمارا مباشرة بعد صلاة الظهر. عودت عملية الهدم من جديد في الملحقة الإدارية الثانية، تم هدم ديال جوج ديال البراكات اللي رابو. كنشوفو هنا القصب طاح في شحال من بلاصة، نطلبو الله السلامة ما نتلاقاوش مع شي صندوق طاير. كما كتشوفو هنايا الناس مسافرين بلا كريب ليهم، داكشي اللي كريب هانتوما كتشوفو الصورة. عملية الهدم رجعات وإن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم كاين إجراءات متعلقة بالنوطيرة اللي غادي تتواصل مع مجموعة من الملفات ديال مجموعة من الأسر باش غادي يقادو الأمور ديالهم إن شاء الله ويجيو يديو الواجب. اليوم الجمعة، عملية الهدم استأنفات من جديد ولكن كنشوفها غادي توقف عاوتاني غدا وبعد غدا. فكما كيعرف الجميع المشكل ديال صاحب الكريدي غادي تحل ان شاء الله، وغادي تبدا فيه الاجراءات ديال النوطيره باش من بعد تبدا عمليه الهدم. كنتمنى من الله كذلك الملف ديال صاحب الشكايات يتريقل في اقرب وقت، لان اصحاب الشكايات ولاو باينين واش ساكنين ولا ما ساكنينش. وكنشوفوا الناس هنا اغلب الناس ساكنين في البرارك ديالهم، ما كنظنش شي واحد غير دار راسو هذا الوضع هذا. كنبغي ننبه انه هاد الضاله هذه كاين وليدات كيجيو يلعبوا هنا، قبيله تلقيتهم مخشيين تحتها نبهتهم تمشاو. كنتمنى من الله الناس اللي باقيين هنا يردوا معاهم البال، لا قدر الله تمشي تطيح شي حاجه على شي واحد. نتمنى من الله الخير للجميع. كاين اسر ما عندهمش باش يخلصوا، كاين اسر ما عندهم ما يقدموا ما يوخروا. هنا دوار اهل الحارة وحنا في الاتجاه ديالنا دوار الناصر الشمالي. صراحه اجواء حزينه، وغادي تكون الفرحه ان شاء الله ملي غيكمل الدوار وهاد الناس اللي باقيين هنا ياخذوا تما السويرشات ديالهم. لان ملي كتشوف جيران كلهم مشاو بقيتي غير بوحدك هنا وسط هاد الردم فشي شويه قاصحه. الناس مساكن اللي كانوا هنايا كنا يوميا كندوزو عليهم كنحاولوا نقربهم من كل كبيره وصغيره. جا الدور ديالهم انهم يمشيو لمدينه الصخيرات، والحمد لله فرحانين بالسكن ديالهم. الله يدخل عليهم السكن ديالهم بالصحه والعافيه، هذا هو اللي كاين. هني الاجواء صراحه تخيف بعض الشيء، كتعرف شنو تقدر تلقى قدامك. انا المدخل الشمالي ديال الجوطيه ديال اهل الحارة، فكما قلت لكم عمليه الهدم رجعات وخارجات بارقام اللي هي ضعيفه الا انه مستمره، وما عادش كاين شي علاقه التوقف ديال العمليه بالمشكل ديال العمال ولا البهشه او ما شابه ذلك. العمليه مستمره، واللي غادي يكون ان شاء الله هو انه النوطيره دابا بدات كتعلم الناس اللي غادي يريقلوا الملفات ديالهم بعد ما تقبل لهم الكريدي على اساس باش يدخلوا في عمليه الهدم صحاب الكريدي حتى هما. الطريق هذه غادي نخرجوا جيت مولات الفروج وميمينا والناس اللي باقين هنا. نتمنوا من الله الفرج في القريب العاجل، نتمنوا من الله ان صاحب الشكايات يتحلوا المشاكل ديالهم. كاين الناس هنا اللي باقي ما عيطوش ليهم، كنتمنوا من الله يتحل المشكل ديالهم في القريب العاجل، لانهم ناس اللي كبروا معانا وكبروا قدامنا
كنا كنشوفوهم الصباح والعشيه. نتمنى من الله ان هذا المشكل يتحل لكل شيء، نتمنى من الله ان اصحاب الشكايات يتحل المشكل ديالهم في القريب العاجل ويكون خير ان شاء الله. هذا هو اللي كاين هنا، مولات الفروج والجيران ديالها اللي صراحه ديما كندوزو من هنا وكنلقاهم مساكن وسط هذا الردم هذا. نتمنى من الله الفرج في القريب العاجل، هادشي اللي كنتمناو، لان الوضع صراحه ما ساهلش، خصوصا على الوليدات اللي كيقراو، خصوصا على ديك المراه اللي كتخرج كل صباح ولا في العشيه تخرج تقدا في هذا الوضع هذا. نتمنى من الله الخير والتيسير يا ربي، هادشي اللي كنتمناو. امي مينا والابن ديالها ان شاء الله، نتمنى من الله المشكل ديال صاحب الشكايات يتقاد في اقرب وقت. هذه هي الأجواء هنا في الجنبات ديال دوار أهل الحارت ودوار بن ناصر. في انتظار تسوية الوضعية ديال الأسر اللي باقي ما دخلوش في القرعة، الأسر اللي كيتسناو الفرصة ديالهم، الأسر اللي عانوا مساكن مع هاد الشكايات والتأخير هذا، خصوصا كنهضروا على أمطار الخير، كنهضروا على الأجواء الحارة، فكنتمناو من الله أن هاد المشكل ديالهم يتحل في القريب العاجل. ومع هاد الفرحة ديال كأس العالم غادي تكمل الفرحة إن شاء الله من يد الناس هادو، غتكمل لهم الفرحة حتى هما ملي غادي نشوفوا صحاب الشكايات تحل المشكل ديالهم ونشوفوا الأمور غادية مزيان إن شاء الله. اكيد الفرحه غادي تكبر ملي غادي تحل المشكل ديال صحاب الشكايات وصحاب الكريدي يمشيو يدخلوا الشقق ديالهم. اكيد مجموعه من المتغيرات غادي تكون ان شاء الله. مدينه تمارا بدون صفيح قريبا بعماله صخيره تمارا، واكيد الدور غيجي على المدن ديال العماله كاملين. نتمنى من الله الخير والتوفيق للجميع. لاباس لاباس الحمد لله، الله يرضي عليك. هنا كما كتشوفوا شارع محمد الخامس اللي كيتواجد في الجنبات ديال دوار اهل الحارت وجوضيه اهل الحارت ودوار بن ناصر. نتمنى من الله الخير والتيسير للجميع. الى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.